الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق التنمية والتقدم. الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن أن أردوغان يتصدر جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ستولتنبرغ يدعو كوسوفو لتخفيف التوتر مع صربيا ويدعو لانخراط البلدين في حوار برعاية الاتحاد الأوروبي. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة سمر الزهيري. مساء الخير سمر. مساء الخير، شكرا لك لؤي، أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب. كما أكد الرئيس السيسي دعم الدولة الكامل ودعمه شخصيا للمكتبة ولدورها المهم. وفي اجتماع آخر مع السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، أكد الرئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي. كما أكد سيادته حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربية الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عزر، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة إيماناً بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضاً في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحاً الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضاري. وقد حرص السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري استعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكداً دعم الدولة الكامل ودعم سيادته شخصياً للمكتبة ولدورها المهم، ومشيراً إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة، فضلاً عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية مع العمل على تعميم دور المكتبة
في هذا الصدد ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق. من جانبه أعرب رئيس تيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله السيد الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة. اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسي العراقي بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على رفع التعاون مع العراق والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريبا. جاء ذلك خلال لقاء شكري مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، حيث أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن شكري رحب بما أعرب عنه السيد عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر. كما أكد شكري دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب انطلاقا من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق. من جانبه أعرب السيد عمار الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكدا الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي سماحة السيد عمار الحكيم أكد عمق العلاقات بين مصر والعراق على المستويات كافة، وخلال مشاركته في محاضرة نقاشية مفتوحة مع خبراء وباحثي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان رؤية لآفاق التعاون العربي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، أشار الحكيم إلى أن العراق استطاع التغلب إلى حد كبير على التحديات التي تواجهه خاصة الإرهاب، كما أشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعراق والأردن قائمة على المصالح المشتركة ويجرى العمل عليها في مشاريع مشتركة للربط الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون. كما اصطحب الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية السيد عمار الحكيم في جولة تفقدية بمقر المركز للتعرف على أقسام ووحدات المركز المختلفة وإنتاجه البحثي في مختلف المجالات. كما عقد المركز بهيئته الاستشارية وخبرائه جلسة مغلقة مع السيد عمار الحكيم ركزت بشكل عام على سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وأكد رئيس الوزراء أهمية التطوير الذي تشهده هذه المنظومة لكونه يفرض إطارا من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمي بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق. واستعرض الاجتماع تنفيذ مخطط تطوير وتحديث المنظومة وأهمها استكمال ميكنة عمليات شحن المنتجات البترولية بين المستودعات ومحطات الوقود. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وخلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات للمجلس
أشار مدبولي إلى أن ملف الصناعة يعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة، خاصة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة. أعرب رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمبادرة الخاصة بتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار، وأكد مدبولي الحرص على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، فضلا عن إعطائهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة، لافتا إلى أنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى باعتبارها شريكا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي. وخلال اجتماع عقده مع إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، مشيدا بمجموعة العربي باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية ودورها في توفير المنتجات المختلفة بما يلبي احتياجات السوق المصرية، هذا فضلا عن دورها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. كما وجه مدبولي بالعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات تواجه الشركة وحلها بما يسهم في مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادي وجهودها في تعميق التصنيع المحلي. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المشاركة في افتتاح ملتقى بنات مصر 2023 في دورته الثامنة. وخلال مشاركته في افتتاح الملتقى قال مدبولي إن هذه المشاركة تعكس دور الحكومة في دعم المباشر الذي يؤديه المنتدى لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استنادا إلى خبراته الواسعة في هذا المجال. ويستعرض ملتقى بنات مصر في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء بمشروعات التعمير بالخارج. كما تشهد جلسات الملتقى أيضا استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة. المقصود من هذا المؤتمر توسيع المساحة اللي هتكون متاحة لشركاتنا العمل فيها. قبل كده الحقيقة من خلال رئاسة اتحاد المقاولين الأفريقي احنا كنا بنسوق لشركاتنا في الدول الأفريقية، الحقيقة أتيح لنا الآن زود مساحة أو عدد الدول المتاحة قدام شركاتنا بالدول العربية كمان اللي هي غير أفريقية. اتحاد مقاولي الدول الإسلامية ده 57 دولة، منهم 27 دولة أفريقية و20 دولة آسيوية، منهم دول عربية غير أفريقية برضو، وفي بعض الدول الأوروبية. دول الأعضاء في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية. نطمح من مثل هذه الملتقيات أن تكون منصة تفاعلية لجمع أصحاب المصلحة في قطاع المقاولات سواء في الدول العربية أو الدول الإسلامية، ونركز على الدولة المستضيفة. فدولة مصر لديها الكثير من الممكنات التي تدعم قطاع المقاولات سواء من شركات مقاولات أو بناء أو مصنعين لمواد البناء. شركات المقاولات اليوم في السعودية تطمح لعقد شراكات كذلك مع زملائهم في دولة مصر. مثل هذا الملتقى يمهد لطرح الشراكات واللقاءات بين المقاولين وتبدأ مبادرات منه بإذن الله. التقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعدد من قادة القوات المسلحة في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، كما كرم وزير الدفاع الفائزين في بطولة الدرع العام للرماية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوي العسكرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة
بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. تضمن اللقاء عرضاً تقديمياً لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها في حماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعاليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة. كما تفقد معرضاً للنظم الإشارية المتطورة والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي إحدى لجان المحور المجتمعي للحوار الوطني جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع القانون الموحال إلى مجلس أمناء الحوار من مجلس الوزراء والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب استجابة لدعوة الرئيس السيسي. وتتضمن مهام المجلس وفق مشروع القانون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله، فضلاً عن الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
تنطلق الجلسات النقاشية للأسبوع الثالث للحوار الوطني الأحد المقبل الرابع من يونيو، ونعرض على حضراتكم جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار مع زميلة ميرفت المليجي. أهلا بكم. أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرر العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي. كان الحوار الوطني قد انتهى من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية بجلسات استغرقت قرابة 51 ساعة انعقاد للتوافق حول قضايا شكلت أولويات هامة لدى المواطنين، حيث تنطلق الجلسات النقاشية للأسبوع الثالث للحوار الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو، وتنتهي الخميس الموافق الثامن من يونيو. وتبدأ الجلسات النقاشية بجلسة حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، هذا بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وعلى التوازي من تلك الجلستين تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي. وفي يوم الثلاثاء الموافق السادس من يونيو ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. وفي اليوم نفسه تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي. وفي يوم الخميس الثامن من يونيو ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب. وعلى التوازي تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والأمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة. مشاهدينا، كان هذا استعراضاً لجدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، الأمر الذي انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية. المزيد في سياق العرض التالي.
احلى فرحه، فرحه فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطيران هيقدر يجيبنا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. قول لي ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها. تفقد المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي منطقة قسطل الحدودية مع السودان، وخلال جولته قدم المفاوض جراندي الشكر لمصر وشعبها على استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها من جنسيات مختلفة. ودعا جراندي المجتمع الدولي إلى الوقوف مع مصر وتقديم العون لها لتستطيع استكمال ما تقوم به من إنجاز. الحمد لله أن المواطنين المصريين يقومون باستقبالهم بحفاوة. أعلم أنه تحدي كبير لمصر، سيادة المحافظ شرح لذلك. الأثر عظيم على المجتمع وعلى أيضا الأمن، وأنا أتفهم ذلك، والاقتصاد، وأنا أتفهم ذلك. ولكن كما تعلمون فأنا المفوض الثاني للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فأنا يجب أن أهتم بأمور اللاجئين وأطلب منكم استمرار تقديم الدعم لهم. أرجو إبقاء الحدود مفتوحة لمن يلتمسون الأمن والحماية. أعلم أن هناك بعض الإجراءات والقواعد التي يجب أن تنطبق، ونتفهم ذلك ونتطلب ممارسة المرونة فيما يتعلق بالأسر والأفراد الذين يعبرون. كما أشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى أنه سيلتقي الرئيس السيسي لشكره على الدعم الذي تقدمه مصر للوافدين وما رآه من جهود لتقديم الخدمات في معبر قسطل. ويشرفني أن يتم استقبالي غدا من قبل حسامي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأود أن أنقل له المعقوبات التي رأيتها على أرض كل المسؤولين من الجهة المصرية وهيئة الاحتلال المصري، وكذلك المجتمع المصري، the Egyptian Red Crescent who is our main partner, the local communities who, as you explained, are receiving people. The United Nations is here. We will do whatever is needed to help, but we need more resources from needs more resources from the international. Egypt cannot be left alone. كما طلب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأطراف السودانية بضرورة وقف القتال في السودان حفاظا على حياة المواطنين. لقد قمت أمس بمقابلة بعض السودانيين الذين وصلوا إلى القاهرة، ولقد تحدثوا إلي عن الوضع في الخرطوم وأماكن أخرى. طلبي الأول، وتأكيد سوف تسمح لي، أن أطلب من العسكريين في السودان أن يتوقفوا عن تلك الأعمال. لو كنتم تهتمون أو بشؤون مواطنيكم فيجب أن تتوقفوا. هذا ويواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة، ويشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم الدعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي. ويواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان، واستقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. كما يواصل موقف كركر الدولي في محافظة أسوان استقبال العائدين من السودان وسط جهود كبيرة لتقديم الدعم خاصة في القطاع الطبي، وعملت الدولة على توفير الخدمات اللوجستية
والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس من أجل تسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية وموقف الأقاليم للسيرفيس في اتجاه القاهرة وباقي محافظات الجمهورية طبقا لرغبة القادمين من السودان. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعات العريش ودمنهور والمنصورة والسادات، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية. وشهدت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشأ وطلبة الجامعات، والتي عكست روح الولاء والانتماء ومستوى الوعي لديهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة التي تم زيارتها خلال الفترة الماضية. وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات أن توعية الشباب المصري بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، مشيرا إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته. هذا وأعلنت القيادة العامة للقوة المسلحة السودانية أنه لا صحة لما نشرته ميليشيا الدعم السريع حول إلغاء اتفاق جوبا للسلامة. وقال الجيش السوداني إن الغرف الإعلامية للميليشيات المتمردة نشرت نسخة مزورة لقرار مفبرك منسوب لرئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلام. كما أكد الجيش السوداني أن تلك المحاولات تستهدف تضليل الرأي العام. من ناحية أخرى، أفاد بيان سعودي أمريكي بوجود انتهاكات من قبل أطراف الأزمة السودانية أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. وأكد البيان انتهاك الحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى التعدي على المناطق المدنية من قبل قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى هجمات بمحيط منشآت طبية. وحث البيان الطرفين على الموافقة على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاطلاع بدورها. تتواصل أعمال تنفيذ المشروعات المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لإعلان الرئيس السيسي لمنحة تقدر ب 500 مليون دولار. المزيد في سياق التقرير التالي مع مراسلة أكسترا نيوز منى عوكل. بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن منحة تقدر ب 500 مليون دولار بهدف إعمار غزة، ها نحن نشهد إنجازا كبيرا يمتد مع طول شارع الرشيد الساحلي. مشروع إنساني بالمقام الأول عكس لمسة إنسانية بيد مصرية. تم الانتهاء الحمد لله من المراحل النهائية ومتطورة لمشروع الكورنيش، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وده من إنجازها طبعا بعد ما كانت المنطقة دي منطقة ترابية وشبه كان ما فيش حد بيجيها، ليه أصبحت المرحلة دلوقتي زي ما انتم شايفين كده مرحلة متقدمة نهائية، وأصبحت شريان لأهل مدينة غزة قطاع الشمال متنفس ليهم. أنجز هذا الشارع وفق أعلى مستويات الجودة في التخطيط والتنفيذ التي قادتها لجنة إعمار المشروعات المصرية في غزة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركات المقاولات والبلديات بهدف تقديم الإنشاءات الأمثل لخدمة الغزيين والتخفيف عنهم ورسم صورة أفضل لواقعهم. مشاريع المنحة المصرية والتي تشهد تقدم ملموس حقيقة وإنجازات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالكورنيش الذي نقف عليه الآن. هذا الشارع وهذا الكورنيش بلغت نسبة الإنجاز به 99%، ونحن أمام يعني على اقتراب من افتتاح هذا الكورنيش. شارع الرشيد الساحلي ومدن دار مصر 1 ودار مصر 2 ودار مصر 3 مشروعات ضخمة تربعت على أراضي قطاع غزة لتغير ملامح البؤس فيها.
متابعة العمل على مشروعات إعادة الإعمار التي أقرتها جمهورية مصر العربية ما زال يجري على قدم وساق، الأمر الذي ينتظره أهالي القطاع بفارغ الصبر. من غزة منى عوكل، إكسترا نيوز. وفي متابعة للانتخابات التركية، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة متفوقا على منافسه كمال كليشدار أوغلو، وحصد أردوغان أكثر من 52% وفق النتائج غير النهائية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي منحه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلنا أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وفي كلمة له أمام مؤيديه في اسطنبول، شكر أردوغان الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وقال إنه فاز في انتخابات الإعادة بدعمهم. احتفل أنصار حزب العدالة والتنمية التركي مع اقتراب فوز رئيسه رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية. وكانت تركيا قد شهدت جولة أولى من الانتخابات في 14 مايو لم يحصد فيها أي من المرشحين الأربعة حينها الغالبية العظمى التي تخوله الفوز، وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدما بأربع نقاط مئوية على كمال كليشدار أوغلو. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إن العملية الروسية العسكرية الخاصة كانت حتمية، ولو لم تبدأ في فبراير لعام 2022 لانطلقت بجميع الأحوال في وقت لاحق لكن تحت ظروف أسوأ. وشدد على أن العملية العسكرية الخاصة جزء من الصدام الروسي مع الغرب لبناء عالم متعدد الأقطاب يستند إلى العدل والمساواة بخلاف نظام الولايات المتحدة أحادي القطب بحسب تعبيره، منوها بأن الغرب بدأ بمحاربة روسيا لمنع بناء عالم جديد يكون خارج سيطرته.
حذر وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف الخرب بأن أعربت واشنطن مؤخرا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16. ووصف لافروف هذا التصرف بأنه تصعيد غير مقبول تقوده واشنطن ولندن وحلفائها داخل الاتحاد الأوروبي الذي اتهمهم أيضا بأنهم يريدون إضعاف روسيا. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ دعا كوسوفو لتهدئة التوتر مع صربيا، وذلك بعد يومين من اندلاع شباكات شابه العنف بين شرطة كوسوفو ومحتجين معارضين لتولي مسؤولين من أصل ألباني رئاسة بلديات في منطقة يسكنها منحدرون من أصل صربي. وقال ستولتنبرغ إنه تحدث مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بخصوص التطورات في كوسوفو، مؤكدا ضرورة انخراط البلدين في حوار يقوده الاتحاد الأوروبي. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,115 مليار جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 52%. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.15%. عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين سيقران اتفاق سقف الديون الذي جرى التوصل إليه مطلع الأسبوع. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد نقاط عالقة يتعين حلها بشأن قضية الديون. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي أنه يتوقع أن يحظى اتفاق سقف الدين الذي أبرمه مع البيت الأبيض بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس. وأضاف ماكارثي أن أكثر من 95% من الجمهوريين في مجلس النواب متحمسون للغاية للاتفاق الذي يتضمن قيودا على إنفاق الإدارة الأمريكية الحالية. قالت نائبة الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة تتبنى نهجا تحليليا بينما تراجع ما إن كانت ستبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وإن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق انفراجات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما أضافت النائبة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفترض حدوث أي انفراجة من هذا القبيل وستواصل الحوار مع الصين على جميع المستويات. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة البرتغالي ري فيتوريا أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر شهر يونيو، والذي تتخلله مباراتان الأولى في 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار. أما المباراة الثانية فتكون أمام جنوب السودان في لقاء ودي على استاد القاهرة في 18 من نفس الشهر. وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي ووسام مرسي. يواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في 9:30 مساء الاثنين في استاد القاهرة الدولي، وذلك في مباراة مؤجلة من منافسة الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز. هذا ويتصدر الأهلي ترتيب الجدول برصيد 59 نقطة، وتعد المباراة هي المحاكاة الأخيرة للفريق الأحمر قبل مواجهة ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 4 يونيو.
إذن مشاهدينا ننتقل الآن لمتابعة مؤتمر صحفي لمرشح المعارضة التركية في انتخابات الرئاسة كمال كليجدار أغلو. هذه الانتخابات نعم الشعب التركي عبر عن إرادة لرفض ونبذ نوع من الاستبدادية، ولكن هذا الأمر لم يكفي. مع كل هذا مكونات التحالف، تحالفنا قام بخوض هذا النضال. نحن أردنا الاستمرار في هذا النضال حتى أن تتحقق الديمقراطية بصورة كاملة وناجزة، ولكن هذا الأمر لم يكفي. والأمر الذي خيب أملي هي في الواقع الظروف التي تواجه شعبنا الآن، وفي إزاء هذه الصعوبات نحن سنكون في الصفوف الأولى. وأريد أن أشكر الملايين 25 الذين قدموا لي صوتهم. أريد أن يكونوا فخورين أن مسيرتنا ستستمر وسنبقى حاضرين. شكرا لكم. يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 8 مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز. ويكثف الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد السويس الجديد. هذا وفاز فريق اتحاد العاصمة الجزائرية على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدفين لهدف في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث سجل أهداف الفريق الجزائري كل من أيمن محيوص في الدقيقة 32 وإسلام ريلي في الدقيقة 84، بينما سجل هدف يانج أفريكانز الوحيد اللاعب فيستون مايلي في الدقيقة 82. خسر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب غريفين بارك ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيثان بينوك في الدقيقة 85 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة توقف رصيد الفائز باللقب عند 89 نقطة، بينما ارتقى فريق برينتفورد إلى المركز التاسع برصيد 59 نقطة. تعادل فريق ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون بأربعة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي. وشارك النجم محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز حتى نهاية اللقاء، حيث شهدت المباراة عودة ليفربول بعدما كان متأخرا بأربعة أهداف لهدفين ليستطيع تدارك التعادل في الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد ساوثهامبتون 25 نقطة ليبقى في المركز الأخير بعد أن كان حجز بطاقة الهبوط في وقت سابق. كما هبط فريقا ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وخسر فريق ليدز يونايتد أمام توتنهام بأربعة أهداف لهدف ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بينما فاز ليستر سيتي على ويستهام يونايتد بهدفين لهدف، إلا أن ليستر لم يستطع الخروج من دائرة الهبوط وظل في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق التنمية والتقدم. الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن أن أردوغان يتصدر جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ستولتنبرغ يدعو كوسوفو لتخفيف التوتر مع صربيا ويدعو لانخراط البلدين في حوار برعاية الاتحاد الأوروبي.
لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي لؤي أباظة، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.